بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا هذا اليوم بعنوان Integration by Parts for Riemann Integral Integrals. نجي إلى مفهوم Integration by Parts in Riemann Strategies Integrable Functions. طبعا ناخذ هاي الثيوريم. هاي الثيوريم اسمها Integration by Part Theorem. إذا كان الـ F ينتمي للـ R of الألفا، شنو معناته؟ معناته الـ F قابلة للتكامل الريماني على الفترة A و B. Then الألفا لازم ينتمي للتكامل الريماني بالنسبة للـ F، معناته الألفا أيضا قابلة للتكامل، بس وين؟ بمجموعة كل الدوال الـ F وعلى نفس الفترة. And we have تكامل من الـ A للـ B للـ F of X D alpha of X زائد تكامل من الـ A للـ B للـ alpha of X D F of X لازم يساوي F of B الفا اوف البي ناقص اف اوف الاي في الفا اوف الاي. شوف given او let، راح افرض ان ابسلون لا على التعيين اكبر من صفر. هسه لازم اثبت شنو؟ لازم اثبت انه الالفا هي قابلة للتكامل الريماني. اجي استخدم البديهيات اللي عندي. انا ايش عندي؟ عندي الاف هي قابلة للتكامل الريماني، فراح اقول since، اقصد هنا ريمان استراتيجيز طبعا، سينس تكامل الـ A للـ B للـ F دي الفا exists، فاذا يوجد بارتيشن حسب التعريف P sub epsilon على نفس الفترة A و B، بحيث انه for every partition P dash طبعا finer than P، يعني بمعنى اخر انه P epsilon مجموعة جزئية من الـ P dash، we have إنه المجموع أو the sum of Riemann strategies of P dash alpha of F ناقص التكامل من الـ A للـ B للـ F D alpha هذا أصغر من epsilon. لحد الآن هذا نعطيه معادلة ستار. لحد الآن هذا بس المعطى. ليش هذا الشرط صار عندي؟ لأنه الاف هي قابلة للتكامل الريماني حول الألفا. Consider any Riemann strategies sum for تكامل من الـ A إلى الـ B للـ Alpha DF. مثلا خلي أفرض لا على التعيين، say لا على التعيين مثل SP، هنا أنا صار عندي ألف من حول الـ F of Alpha يساوي summation k يساوي واحد. هذا تكامل لا على التعيين على تحت تأثير اي بارتيشن للان الفا اوف تي في دلتا اف سب كي. وطبعا تعرفون انه تي سب كي ينتمي الى هاي السب انترفال اللي هي اكس كي ناقص واحد،
والى الاكس كي، وهاي سب انترفال اللي هي اصلا مجموعه جزئيه، او الاكس كي ناقص واحد والاكس كي هن ينتمي من البارتيشن بي. بس هنا ماكو داعي ادخل بتفاصيل البارتيشن، يتكون من اكس نوت للاكس ان، وبعدين ابدي ادخل بتفاصيل ممله. وبهالحاله البرهان راح يطول، وهو اصلا البرهان هذه مبرهنه طويل، لذلك ماكو داعي. بس خلوها ببالكم من جت التي كي. تذكرون في التعريف الاول قلنا دلتا اف سب كي هو معناته الاف اوف التي سب كي ناقص اف اوف التي سب كي ناقص واحد. فهي روضها، فراح يكون عندي السميشن بهذا الشكل، كي يساوي واحد الى ان للالفا اوف تي سب كي مضروبا في اف اوف التي سب كي. طبعا هذا راح يكون ناقص سميشن كي يساوي واحد الى ان للالفا اوف تي سب كي للاف اوف اكس اس كي ناقص اكس سب كي ماينس 1. طبعا بس شرط مهم جدا بهذه، انا ايش قلت؟ قلت كونسيدر، يعني هذا كله انا فارضه. كونسيدر اني ريمان استراتيجي سام فور الفا ذس 1، بس لازم يحقق لي هذا السام وذ انه البي لازم تكون فاينر ذان بي سب ابسلون. بمعنى اخر انه لازم البي سب ابسلون اللي اختاريناها فوق لازم تكون مجموعه جزئيه من البي. هذا شرط ضروري واساسي، بس غير هذا الشرط ما احتاج. هسه راح افرض انه الاي يساوي الاف اوف البي الفا اوف بي ناقص اف اوف الاي في الفا اوف الاي. انا ايش عندي؟ خلي اخذ مثلا سميشن كي يساوي واحد الى ان للاف اوف الاكس سب كي لا على التعيين مضروبا في الالفا اوف الاكس سب كي ناقص اف اوف الاكس للكي ناقص واحد الفا سب اوف اكس لكي سب كي ناقص واحد. خلي اشوف هذا السميشن ايش راح ينطيني. هذا راح ينطيني اف اوف الاكس 2 الفا اوف الاكس 2 ناقص اف اوف الاكس 1 مضروب في الفا اوف الاكس 1 زائد اف اوف الاكس 3 الفا اوف الاكس 3 ناقص اف اوف الاكس 2 الفا اوف الاكس 2 زائد الحد الاخير راح يصير هو اف اوف الاكس سب كي الفا اوف اكس سب كي ناقص اف اوف الاكس سب كي ناقص واحد الفا اوف الاكس سب كي ناقص واحد وهكذا. فاذا المتبقي من هذه كلها فقط هو ال اوف الاكس كي الفا اوف الاكس سب كي ناقص اف اوف الاكس 1 الفا اوف الاكس 1. طبعا لاي بارتيشن تؤخذ، فهذا هو الحد الاول للبارتيشن وهذا هو الحد الاخير. فاذا هذا هو نفسه الاف اوف البي الفا اوف البي ناقص اف اوف الاي الفا اوف الاي، وهذا طبعا سوى لي للاي اللي انا فرضته في البدايه. فاذا من هذا نستنتج الى انه الاي يساوي سميشن كي يساوي واحد الى ان اف اوف اكس سب كي الفا اوف اكس سب كي ناقص سميشن كي يساوي واحد الى ان
لل f of x sub k ناقص 1 الفا اوف x sub k ناقص 1. هاي راح نعطيها معادلة دبل ستار. فإذا ال a ناقص sp of الفا sub f ايش راح يساوي لي؟ k يساوي 1 الى n f of x sub k الكل مضروب الفا اوف اكس سب كي ناقص الفا اوف تي سب كي. طبعا هذا زائد السميشن لما كي يساوي 1 الى ان لل اف اوف اكس سب كي ناقص 1 مضروبا في الفا اوف تي سب كي ناقص الفا اوف اكس سب كي ناقص 1. راح افرض بي داش بي ابارتيشن طبعا للاي بي obtained by combining x sub k with t sub k. يعني انا بالبداية عندي بالاس بي كنت مستخدم t، هنا استخدمت غير رمز اللي هو الاكس، وبالتالي فهسه جمعت الرمزين سوى بارتيشن جديد وحصلت على انه هذا البارتيشن البي هو مجموعة جزئية من البي داش، يعني بي داش فاينل ذان بي، بس بما انه البي ابسلون هو مجموعة جزئية من البي، فاذا البي ابسلون صار مجموعة جزئية من البي داش، فمعناته البي داش صار فاينل ذان بي. زين، من اجيت عوضت بالمعادلة اللي كتبتها قبل قليل، فاذا طلع عندي الاي ماينس الاس بي لكل اس اف اوف الالفا راح يساوي summation لمن k يساوي 1 الى انفينيتي الى ان، العفو مو انفينيتي، هذه f اوف الاكس sub k ناقص 1 مضروبا في دلتا الفا sub k. طبعا هذا شو يساوي لي؟ هذا يساوي لي الاس بي داش للاس الفا اوف الاف. ليش؟ لان دلتا الفا هنا عندي مو دلتا اف. فاذا انا وصلت الى النتيجه مهمه ان الاي ناقص الاس بي اوف الاف يساوي لي هذا. سينس البي داش از فاينر ذان P sub epsilon اللي أنا مختارها بالأساس في البداية في معادلة star، فإذا هذا البارتيشن راح يحقق لي المعادلة star، وبالتالي فإذا ال S P dash alpha of the F حسب كما في المعادلة star ناقص تكامل من ال A لل B لل F D alpha راح يكون اصغر من ابسلون. السبب ليش؟ السبب انه لان بالاساس انا عندي الاف ينتمي للار اوف الفا حسب المعطى مالتي واللي من عنده سويت معادله ستار طبعا، بس هنا الفرق انه خذيت غير بارتيشن، بس استفادت من معادله ستار بما استفادت من عندها من البي ابسلون. اعوض اعيد ترتيب المعادله، فهذا راح يؤدي الى ان القيمه المطلقه للاس بي اف اوف الالفا المتبقع دي اي ناقص تكامل من اي الى بي للاف دي الفا راح يكون اصغر من ابسلون، فهذا معناته انه تكامل من الاي للبي للالفا دي اف اكزيست لان حققت لي الشرط، وبعد وطبعا ويساوي تكامل من ال A لل B للألفا دي F يساوي ال A
ناقص التكامل من الـ A للـ B للـ F D ألفا. الآن نعوض عن قيمة A الأصلية، فهذا راح يؤدي إلى أن، وطبعا من هاي المعادلة وصلنا إلى أنه التكامل من A إلى B للألفا دي إف زائد التكامل من الـ A للـ B للـ F دي ألفا يساوي دي، هذا وهو المطلوب.